والإحسان على نوعين: إحسان الإنسان لنفسه، وإحسان الإنسان إلى غيره. أما إحسان الإنسان إلى نفسه فأن يحث نفسه على طاعة الله فعلاً للمأمور، وتركاً للمحظور، وصبراً على المقدور. ومن ذلك، أعني من إحسان الإنسان إلى نفسه، أن يمنعها من المحرمات، سواء كان ذلك من المآكل أو من المشارب التي تضر بها، لأن نفسك أيها الإنسان أمانة عندك. قال الله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وقال: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وأما النوع الثاني من الإحسان فهو الإحسان إلى الغير، ببذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه، والقيام بمصالح المسلمين وقضاء حوائجهم وما أشبه ذلك. ومن ذلك الإحسان إلى البهيمة عند الذبح،